الله انت لسه صاحيه؟ اه ودي حبيبتي غاليه. تصبح على خير يا حبيبتي كده ان شاء الله. صباح الخير. يلا عايز حاجه؟ غسلت اسنانك؟ اه. فرشت اسنانك كويس؟ اه. طيب يلا تصبح على خير. يلا تصبح على خير يا عمار. تصبح على خير يا اولاد. ايه ده؟ هم كلهم ناموا سابوني لوحدي انا والكائن المرعب ده. لو كان مثلا في كائن مرعب مخيف ممكن مستني ان انا انام عشان يخلص عليا. بصراحه انا خايفه افتح الباب ده، وكل اللي اقدر اعمله ان اصرخ عشان بابا يجي. طب يا ترى لو انا صرخت هو الكائن هيخلص عليا؟ انا احسن حاجه اعملها دلوقتي ان انا اتصل على بابا. الو يا بابا، هو ممكن تيجي دلوقتي حالا؟ انا خايفه جدا يا بابا. ايه يا رودي؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ الكائن تحت السرير. كائن ايه يا رودي؟ انت بتهرجي ولا ايه؟ يا رودي مش احنا كبرنا على الحاجات دي يا رودي. مفيش اي حاجه يا حبيبتي، البطاطين اهي وكل حاجه تحت السرير. مفيش اي حاجه. وبعدين احنا مش احنا قلنا نبطل بقى الكلام بتاع الاطفال ده؟ احنا كبرنا دلوقتي خلاص ولا ايه؟ مش احنا كبرنا دلوقتي؟ في السنه يا رودي عشان تخاطر تنامي وان انت تبقى كويسه، اول حاجه بنقرا الفاتحه، بنقرا ايه الكرسي، وبنقرا قل الله احد، وكل اعوذ برب الفلق، وكل اعوذ برب الناس. انت كلهم حافظاهم صح؟ هتقريهم وبعدين هتقفي في ايدك كده اهو 3 مرات، وبعدين تعملي كده، وبعدين تضغطي وتنامي. مفيش اي حاجه هتحصل. نقولهم مع بعض. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نقول بقى ايه؟ آية الكرسي حافظاها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده هو العليم العظيم. وبعدين تروحي قايلة ايه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نقولها ايه؟ 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبكده بعد ما خلصنا الآيات الجميلة دي تنامي وانت حاطة في بطنك ايه؟ بطيخ صيفي. تنامي ما تخافيش من اي حاجة وكده خلاص طمني ما فيش اي حاجة هتحصل. ماشي يا قمر؟ يلا عايز حاجة يا حبيبتي؟ يلا صباح على خير يا جميل. يلا خلاص طمني لو احتجت اي حاجة انا تحت امرك. ماشي يا قمر؟ يلا.